طيب واضحة عندكم ال السلايدات؟ واضحة أكثر. طيب اليوم حنبلش بشابتر جديد، هو الهارت فيلير اللي هو الفشل في عضلة القلب، أو ممكن يحكوا له الاعتلال في عضلة القلب. هلا الهارت فيلير أول شيء لازم نعرفه is unlikely to occur in absence of underlying risk factors أو diseases. يعني ما بيجي هيك فجأة الهارت فيلير، لازم يكون المريض صار عنده مشكلة عملت له فشل في عضلة القلب. ومن الأمراض اللي ممكن تعمل هارت فيلير هو الهايبرتنشن، لكن المور كومون ديزيز تو كوز هارت فيلير هو الإسكيميا، بالذات الجلطات القلبية المايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن هو الليدنج كوز فور الهارت فيلير. شو يعني هارت فيلير؟ الهارت فيلير هو inability of the body أو the heart to supply blood to organs that meet the metabolic demands. شو يعني؟ هلا انا القلب مسؤول انه يعمل ejection of blood، وجسمي بحاجه لهذا البلد لكي حتى الخلايا انها تشتغل وتنمو وتتكاثر وهكذا. ففي metabolic demands by the body، يعني في حاجه معينه الجسم القلب لازم يوصل البلد that is enough to meet the metabolic demands. هلا في بعض الاحيان انه بيكون البلد سبلاي غير كافي لحتى يغطي حاجات الجسم لسبب ما بالقلب، مثلا سبب انه القلب مش عم بيعمل كونتراكتيفيتي بشكل كويس لحتى انه يوصل الدم، او ممكن انه عم بيعمل كونتراكشن كويس بس كميه الدم اللي اوريدي موجوده جوا القلب غير كافيه لانه القلب مش معبي دم كويس، فهاي الكميه ما رح تكون كافيه لحتى تغطي حاجات الجسم. عشان هيك احنا بنقول انه الهارت فيلير هو الانادكويت بلاد سبلاي تو ميت الميتابوليك ديماند that mostly due to impaired ventricular function. Most of the time السبب الرئيسي ليش إنه الشخص يعني ما بيكون عنده enough blood supply لتغطي حاجات الجسم إنه بيكون عنده مشكلة بال function of the ventricle. طبعا ال function of the ventricle ممكن عندي يكون عندي left ventricle أو right ventricle. لما بنقول heart failure we are speaking about ventricles، سواء بنحكي عن ال left side أو ال right side، left ventricle أو right ventricle. ممكن يكون عندي مشكلة بال contractility اللي بتترجم ل low ejection fraction، أو ممكن يكون عندي مشكلة بالفيلينج أو بالدايستوليك فيز، يعني بدل السيستوليك فيز اللي هو الكونتراكتيليتي يكون عندي مشكلة بالدايستوليك فيز إنه الفنتركل مش قادر يعبي أو يعمل فيلينج للبلد بشكل كافي. أوكي، فعشان هيك أنا عندي إشي اسمه سيستوليك هارت فيلير versus دايستوليك هارت فيلير. systolic heart failure المريض عنده مشكلة بالcontractility، بتقل contractility of the left ventricle أو the right ventricle. إذا قلت contractility of the left ventricle معناته البلد اللي حيوصل للأورجن عبر الأورطة ما رح يكون كافي، وإذا قلت contractility of the right ventricle معناته right ventricle ما رح يقدر يعمل ejection of blood into the pulmonaries لحتى يصير لها oxygenation، وبالنهاية هذا رح يؤدي إلى reduction كمية الدم اللي حتوصل لللفت فنتركل وبرح يصير لها إيجكشن بالجسم. يعني أي شخص عنده سيستوليك ديسفانكشن مشكلة بالكونتراكتيليتي رح يترجم إنه للو إيجكشن فراكشن. هلا الإيجكشن فراكشن الطبيعي بنعرف إنه يكون فوق الخمسين، يعني بين الخمسين للستين بالمية إز يعني نورمال. تحت هيك هو اب نورمال، لكن امتى بنقول انه المريض فعلا عنده سيستوليك ديسفانكشن، عنده مشكله بالفنتريكل؟ لما بيكون الايجكشن فراكشن تحت ال 40، وهو الثريشولد لحتى اشخص حتى الهارت فيلير. يعني اقول انه الليفت فنتريكل ايجكشن فراكشن تحت ال 40 زائد المريض عنده اعراض الهارت فيلير، هاي كافيه لحتى تقول انه المريض عنده فشل في عضله القلب. مرات بيكون المريض عنده الايجكشن فراكشن تحت ال 40% لكن لسه ما صار عنده اعراض فشل في عضلة القلب، فبنقول انه فقط عنده ventricular dysfunction نظرا انه الايجكشن فراكشن قليل. نفرض مثلا انه الوضع الطبيعي انه يعني احنا بعطيكم arbitrary numbers،
إنه الوضع طبيعي، إنه مريض يعبي اللف فنتركل بمئة ام ال دم، ولما بصير في إجكشن، لأنه إحنا نحكي فراكشن 50% طبيعي، لازم يطلع 50. وقديش يضل بالهارت؟ 50. هذا الوضع الطبيعي. لسبب ما الكونتراكتيليتي قلت، بطلت تقدر تعمل 50%، صارت تعمل 30% عضلة القلب كونتراكشن. فبدل ما يطلع 50 ام ال للجسم يغطي حاجات الجسم، حيطلع 30% اللي هي 30 ام ال، وبالتالي هال 30 ام ال ما راح تكون كافيه لتحط تغطي حاجات الجسم. عشان هيك احنا بنقول احنا عندنا يعني inadequate blood supply to meet the metabolic demand. النوع الاخر هو الدايستوليك هارت فيلير. دايستوليك هارت فيلير هو الهارت فيلير اللي بيصير نتيجه dysfunction بالدايستوليك فيز. دايستوليك فيز هو الفيز اللي بيكون القلب عم بيعبي فيه دم، سواء عم نحكي عن اللفت فنتركل عم بيعبي دم او بالرايت فنتركل عم بيعبي دم. لو اثناء هذا الفيز انه اللفت فنتركل لسبب ما، زي مثلا انه الفالف اللي بين الاتريوم والفنتركل مش شغال كويس، ضيق شوي، ما رح ينزل كميه من الدم كافي، فما رح يعبي دم كافي. مثلا انه في مشكله بالفالف بيضله مفتوح طول الوقت، انه لما بينزل الدم على الفنتركل بيرجع لورا، بصير يطلع لورا، بصير عندنا ريجرجيتيشن، زي ما بصير عندنا بالميترال فالف مثلا ريجرجيتيشن، او الترايكسبيد فالف ريجرجيتيشن، بصير يرجع لورا، فما بيعبي القلب دم كويس. او مثلا بحالات انه المريض عنده زي التاكيكارديا، القلب بينبض بسرعه وبصير كونتراكشن بسرعه، ما بيلحق القلب انه يعبي دم بهاي الحالات. هذا اسمه دايستوليك هارت فيلير. سواء عم نحكي عن اللفت فنتركل او الرايت فنتركل، ايفنتشوالي ما رح الدايستوليك ديسفانكشن، كونه ما في تعبئه للدم كويس، ما رح يكون في كمية مناسبة إنها توصل للجسم لتغطي حاجاته، حتى لو كانت الكونتراكتيليتي طبيعية. يعني خلينا نتخيل مريض عنده بس دايستوليك هارت فيلير، كونتراكشن طبيعي، يعني الإجكشن فراكشن 50%، لكن لأنه عنده دايستوليك ديسفانكشن ما وصل لللفت فنتركل هالمية ام ال اللي مفروض يوصله بالوضع الطبيعي، مثلا وصل 80 أو وصل خلينا نحكي 60 ام ال، وهو بالوضع الطبيعي لازم يعبي 100، عبى 60. أي نعم الكونتراكتيليتي هي 50% طبيعي، فإذا طلع رح يطلع 30 ام ال، بس أنا بعرف أنه 30 ام ال غير كافي لتغطية حاجات الجسم، أنا بدي 50. معناته المشكلة أنه كمية الدم اللي تعبت بالفنتركل هي غير كافية لتغطي حاجات الجسم. فهذا اسمه دايستوليك هارت فيلير أو impaired ventricular filling، ومن الأسباب الرئيسية اللي هو الكرونيك هايبرتنشن والفالفولار ديزيز. هلا في كتير اسباب بتؤدي الى سيستوليك او دايستوليك هارت فيلير، والاسباب يعني تتقاطع كومون ان نيتشر بين السيستوليك والدايستوليك، لانه بالنهايه اي مريض عنده سيستوليك هارت فيلير ايفنتشوالي حيصير عنده دايستوليك هارت فيلير، اي مريض عنده دايستوليك هارت فيلير ايفنتشوالي راح يصير عنده سيستوليك هارت فيلير. يعني مش كلهم طبعا، يعني ممكن انه يصير. ليش؟ لانه احنا لما بيكون في عنا ريدكشن بالبلد سبلاي، حتى القلب اتسلف هو بده يتغذى بالدم عبر الكورينريز، فما رح يوصلوا كمية مناسبة من الدم، وبالتالي هيصير في عنا impaired function لل heart during the systole during the diastole. من الأسباب اللي بتعمل heart failure myocardial infarction, dilated cardiomyopathy اللي هي بالعادة بتصير مع المرضى الديابيتس، أو بتكون genetic in nature، بيجوا ناس عندهم ضعف في عضلة القلب. pulmonary hypertension اللي هو ارتفاع في الضغط عند الشريان الأبهري. عندنا الventricular remodeling، سواء عم نحكي عن fibrosis أو remodeling أو hypertrophy، بتعمل stiffness وبتصعب contractility وبتصعب filling. كمان هاي الأسباب اللي حكيت عنها، hypertrophy myocardial infarction، نضيف عليها valvular disease زي mitral valve disease، زي tricuspid valve disease، زي pericardial disease inflammation على pericardium of the heart، زائد الاتريال فيبريليشن، كلهم هذول ممكن يعملوا لي كمان دايستوليك هارت فيلير. هذا الجدول بيرجينا اللي حكينا عنه، اسباب ممكن تعمل سيستوليك ديسفانكشن واسباب ممكن تعمل دايستوليك ديسفانكشن. من الاشياء اللي لازم نعرفها انه احنا قلنا انه المايوكارديال انفاركشن اللي هو الجلطات القلبيه اللي سببها انه بصير في عندنا خثره بتسكر مين كورينريز ذات سبلاي ذا بلاد تو ذا هارت اتسلف، بتسكر فما بيوصل دم لجزء من عضلة القلب، وبالتالي هاي الجزء ممكن انه يضعف او ممكن يصير فيه فشل زي بالهارت فيلير. فالاسكيميا اللي هي زي المايوكارديال انفاركشن والكورونري ارتري ديزيز هو الليدنج كوز للديفلوبمنت اوف هارت فيلير، سواء عم نحكي عن سيستوليك او دايستوليك. لكن انا كمان عندي نون اسكيميك كونديشن ذات كود كوز اولسو هارت فيلير، يعني المريض يصير عنده هارت فيلير ويزاوت بريزنس اوف اسكيميا، بدون ما يكون في عندي مشكله بالكورونريز أو عندي reduction بالblood supply that supply the blood to the heart itself.
example الهايبرتنشن long standing hypertension ممكن يعمل لي heart failure infection للheart thyroid diseases اللي زي مثلا الهايبرثايرويديزم الالكحول intake use of certain medication that kill the chimerocytes زي chemotherapeutic agents زي الاوبيويدز بحالات مثلا البريجننسي بتزيد الميتابوليك ديماند فما بتكون البلد سبلاي كافيه valvular disease زي ما حكينا قبل شوي. هلا حكينا انه عندي systolic versus diastolic heart failure في شيء وحكينا في شيء ischemic versus non ischemic heart failure في شيء ما حكينا اللي هو low versus high output heart failure. هلا المور كومن ان هارت فيلير يكون عندنا لو اوت بوت هارت فيلير يعني يكون عندنا لو كاردييك اوت بوت سواء عم نحكي عن سيستوليك او دايستوليك ديسفانكشن بالنهايه رح تكون الكاردييك اوت بوت اللي هي كميه الدم اللي عم تطلع من القلب ديورينج 1 مينيت از نوت سفيشنت في ريدكشن بالبلد سبلاي فهذا اسمه لو اوت بوت هارت فيلير وهو المور كومن 2/3 اوف بيشنت عندهم لو اوت بوت هارت فيلير. هاويفر في عندنا انذر فورم اوف هارت فيلير اسمه الهاي اوت بوت هارت فيلير اللي هو انه الكاردييك اوت بوت طبيعية عند المريض البلد سبلاي طبيعي بيطلع من الهارت لكن this is, يعني this blood supply أو الـ output اللي عم تطلع من الهارت is not sufficient to meet the metabolic demand لأنه في عنا high metabolic demand عنا increase بالmetabolic demand في الجسم بالستاتس إنه بيخليه بحاجة إلى blood supply أكتر. ليش؟ لأنها زادت الميتابوليك demand زادت حاجات الجسم للblood supply زي إيش؟ زي أي كونديشن فيه زياده بالميتابوليك ريت زي مثلا الهايبرثايرويديزم. بالهايبرثايرويديزم عندنا زياده بالميتابوليزم وبالتالي الجسم بحاجه الى يعني مور بلاد سبلاي تو ميت الميتابوليك ديماند. زي مثلا بالبريجنانسي المراه الحامل عندها بيبي بحاجه الى بلاد سبلاي بشكل اكبر than اليوجوال وبالتالي بتزيد الميتابوليك ديماند بتزيد البلد سبلاي. طبعا مش كل النساء الحوامل بيكون عندها هاي اوت بوت هارت فيلير. في عنا شيء اسمه فيسيولوجيك هارت فيلير اللي هو انه عادي بتزيد الميتابوليك ديماند بتزيد البلد سبلاي بس الجسم بيعمل كومبنسيشن للقلب شوي بتضخم شوي عند المراه الحامل تميت الميتابوليك ديماند. لكن اذا كانت الكومبنساتوري ميكانيزم عند المراه الحامل غير كافيه لتميت الانكريز بالميتابوليك ديماند ممكن تفوت المراه بالجستيشنال هارت فيلير اللي هو الهارت فيلير دورينج pregnancy اللي هو سببه بالدرجة الأولى high output heart failure هو زيادة بالmetabolic demand. طيب هلأ نحكي كمان عن إشي اسمه left versus right sided heart failure. إحنا الهارت مقسوم إلى two sides left side والright side ونعرف إنه left side اللي هو الموجود فيه left ventricle مسؤول عن the ejection of blood to the rest of the body كونه يحمل oxygenated blood والright side of the heart موجود فيه right ventricle المسؤول إنه يعمل ejection of deoxygenated blood into the pulmonary to be oxygenated. هلا الناس اللي بالعادي بيكون عندهم مشكلة بالleft side يعني بالleft ventricle وبيصير عندهم heart failure بالleft ventricle بيصير عندهم إشي اسمه pulmonary edema يعني بيصير عندهم edema باللungs وهذا الشيء بيترتب عليه مشاكل تنفسية difficulty in breathing shortness of breath cough عند المرضى اللي بيصير عندهم pulmonary edema. لكن الناس اللي بيصير عندهم مشكلة بالright side of the heart يعني بالright side of the heart يعني بالright ventricle بيصير عندهم إشي اسمه systemic edema يعني بتتجمع عندهم السوائل بالperiferal system بالGI بالليفر بإيديهم برجليهم حتى بالveins اللي بتوصل للبرين ممكن يصير فيها edema وهذا يعكس إنه المريض عنده right-sided heart failure. ليش؟ بدي I'm gonna share with you شوي anatomy of the heart لحتى نفهم شو اللي عم بيصير لحتى يصير عندنا pulmonary edema وعندنا systemic edema وكيف نعرف انه left والright-sided heart failure. هلأ اللي بدنا نعرفه انه eventually المريض ممكن يكون عنده both pulmonary edema and systemic edema which suggests انه عنده both left-sided heart failure and right-sided heart failure وهذا الشيء طبيعي مع اللونج يعني مع الكرونيك هارت فيلير انه يصير المريض عنده يتحول من ليفت الى رايت ومن رايت الى ليفت يعني يصير عنده تو تايبس اوف هارت فيلير بالليفت وبالرايت فنتريكل. خليني بس اعمل شيرنج لهاي الصوره. واضحه عنكم الصوره هلا؟ اللي هي صورة الهارت. دكتورة. دكتورة واضحة. خليني انزل هون شوي اشوف
بدي أنا أشوف هاي الصورة اللي موجود عليها الأناتومي of the heart. هلأ لاحظوا, this is the left side of the heart اللي لونه أحمر لأنه بيحمل oxygenated blood, and this is the left side of the heart that carry deoxygenated blood عشان هيك لونه blue. هلأ ال الدم بفوت للهارت عن طريق بنعرف venous circulation. إذا عم نحكي عن peripheral system اللي هو below الهارت بفوت عن طريق inferior vena cava هاي, وإذا عم نحكي عن upper part of the heart brain يعني أو منطقة الأكتاف بينزل عن طريق superior vena cava الدم اللي هو deoxygenated. وإن both inferior vena cava superior vena cava بفوت الدم لوين؟ لأول part of the heart اللي هو right atrium. الرايت اتريوم بيعبي دم لما بيزيد ضغط الدم على الوال اوف ذا اتريوم. طبعا بيكون في عندنا هون صمام مسكر اسمه التريكسبيد فالف, لكن لما بيزيد ضغط الدم على الاتريوم بهذا الضغط بيحفز الاتريوم انه يعمل اجكشن ويفتح الصمام, فبينزل الدم تو ذا رايت فنتريكل لحتى ما يكمل وبعدين بيسكر هذا الصمام. هلا الرايت فنتريكل عبى دم نتيجه ضغط الدم, رح يفتح البولميناري فالف وعبل البولميناري arteries رح يوصل الدم للpulmonaries لللungs to be oxygenated. طبعا لاحظوا ان البولميناري artery they are the only artery in our body that carry deoxygenated blood. لانه احنا بنعرف اي artery مفروض انه يحمل ايش؟ oxygenated blood. الا البولميناري artery it carries deoxygenated blood. وعكس هالpulmonary veins اللي هم the only veins in our body that carry oxygenated blood. الان الدم بيروح لللungs بيصير له oxygenation بيرجع عبر البولميناري فين to the left side of the heart وبيفوت على اللفت اتريوم, واللفت اتريوم بيعبي دم. بيكون الفالف اللي موجود هون مسكر اسمه الماتشل فالف, لكن مجرد ما زاد الضغط على الوال of the atrium the left atrium يصير في ejection of the او contraction of the left atrium, فبينزل الدم وبيفتح الفالف وبينزل الدم لللفت فنتركل, ولما بيكمل الفنتركل يعبي دم بيسكر الماتشل فالف. الآن الدم صار موجود بالleft ventricle, الleft ventricle زاد البريشر فيه فبيعمل ejection of blood لحتى يطلع عن طريق الأورطة to the rest of the body, okay؟ فخلينا نتخيل لو كان أنا عندي for example مشكلة بالleft ventricle, إنه الleft ventricle for example عندي مشكلة بالسيستول ما بيعمل contraction for blood to the rest of the body, فرح يضل كمية أكبر من الدم موجودة جوا الleft ventricle. Over time, the left ventricle رح يعمل build up of blood inside the chamber, وهذا الشيء رح يزيد الضغط ورح يعبي كثير the left ventricle, وكونه مش قادر يعمل ejection رح يضطر الدم يضغط على the mitral valve فيفتح the mitral valve ويرجع الدم إلى الخلف إلى the left atrium, وال left atrium رح كمان يعبي دم ومع الوقت ما رح يقدر يتحمل, فرح يضطر يعمل exit للدم back through the pulmonary veins إلى اللنج, وباللنج تصير السوائل أو سوري البلد يعني بتجمع ويعمل لي pulmonary edema. هذا الشيء بيصير يعني عند المريض airway dysfunction, respiratory problem, difficulty in breathing, cough, وما أي شيء له علاقة بالrespiration, okay؟ عشان هيك المشكلة اللي بتصير بالليفت سايد اوف ذا هارت شو رح يصاحبها؟ pulmonary edema, اوكي؟ عشان هيك بنقول الليفت سايد اوف هارت فيلير هو اسوشيتد بالpulmonary edema, واذا لقيت pulmonary edema فبعرف انه المريض عنده ايش؟ الليفت سايد هارت فيلير. هلا اذا كانت المشكلة بالرايت سايد اوف ذا هارت, خلينا ننتبه انه الفنتركل الرايت فنتركل بيعبي دم بس مش قادر يعمل ejection of blood ليفوت عبر pulmonary valve ويفوت لعند وين؟ البولميناري ارتيري ويروح لللنج, فلانه ما مش قادر يعمل ايجكشن فالدم بصير يتجمع بالرايت فنتركل فبيضغط على الفالف اللي هو التريكسبيد فالف فبصير يرجع لورا الى الرايت اتريوم, وبالرايت اتريوم نفس الشيء بيعبي دم ما راح يقدر يتحمل كميه الدم بيصير يرجع الدم الى عبر السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا وينزلوا للجسم, وبالجسم بصير يتجمعوا بالليفر بالجي اي بالبريفرال سيستم بالرجلين بالايدين ويعملوا لي ايدي ما هناك برضه عن طريق superior vena cava بصير يطلع على الجاجولار فين اللي هو المفروض ينزل الدم من منطقة البين فبيعمل له distension بتوسع وبصير يبين على رقبة المريض. ليش؟ لأنه الدم دي oxygenated أزرق, فلما بصير له distension جاجولار فين فبنقدر نشوف إنه في distension يعني في انتفاخ سببه الإديمة اللي هي صارت. معناته right sided heart failure لما يكون عندي مشكلة بالright ventricle أنا بصير عندي systemic إديمة, أوكي؟ بينما الليفت سايد بصير عندي pulmonary إديمة, ومرات بيكون المريض عنده both.
pulmonary edema and systemic edema would suggest إنه عنده إيش؟ both left-sided and right-sided heart failure. بدي أرجع أعمل sharing للمحاضرة. واضحة الأمور بتوقع لهلا؟ فهلا نرجع للسلايد. عرفنا شو يعني pulmonary versus systemic heart failure. هلا بدنا نعرف شو يعني chronic versus acute heart failure. هلا مريض الهارت فيلير لما بيكون استابيلايز على سيمتومز معينه، صار عنده هارت فيلير واستابيلايز على سيمتومز معينه، بيكون شيء اسمه كرونيك هارت فيلير. بدنا نعرف انه الهارت فيلير متى تشخص خلص ما بيصير، ما في له كيور. احنا وي نيد تو جيف ميديكيشنز تو كنترول السيمتومز اند تو بريفنت ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز تو ريدوس الميتابوليك ديماند تو امبروف البلاد سبلاي، بس ما بنقدر انه نعمل كيور للهارت فيلير. اتس ا ستراكشرال ديزيز that cannot be reversed. هلا اذا المريض كان عنده first time diagnosis of heart failure، لاول مره بصير عنده heart failure، at this time نحكي انه عنده acute heart failure. اوكي okay؟ او يعني هو first onset heart failure اسمه acute heart failure. او اي مريض كان عنده chronic heart failure وstabilized وصار عنده exacerbation of symptoms beyond the normal days، فبصير اسمه دخل ب acute heart failure. اوكي okay؟ الacute heart failure by definition is a condition of patients who are hemodynamically unstable. علاجه بالمستشفى لأنه بيكون في عندنا significant reduction بالblood supply أو عندنا significant increase بالإزمة، إنه المريض بحاجة إلى تدخل في المستشفى بـ IV medication in order to control the symptoms. طيب هلأ في عندي إشي اسمه compensated أو stable heart failure versus decompensated or unstable heart failure. هلأ المريض مدام كانت عنده symptoms stable of heart failure معناته هو عم بيشغل compensatory mechanism in his body that try to offset هاي أو to reduce هاي symptoms. يعني المريض إمتى بيحس بسيمتومز؟ لما بيكون عنده significant hypoperfusion، يعني عند blood supply كتير قليلة، لما بيكون عنده كتير إديما. لكن إذا كان المريض stable، يعني symptoms stable، ما عنده كتير hypoperfusion، ما عنده إديما، معناته هو جسمه عم بيعمل compensatory mechanism to reduce الإديما أو to improve the perfusion to organs. This is called compensated stable heart failure. لكن في عندي إشي اسمه decompensated heart failure أو unstable heart failure، إنه المريض صار في عنده exacerbation of symptoms لأنه هل ما عنده compensatory mechanism اللي ممكن إنها تعمل stabilization للheart failure. فمصير نقول إنه صار عنده decompensation أو unstabilization أو ممكن يدخل بأcute heart failure. المريض ممكن يتحول من compensated أو stable heart failure to decompensated إذا تعرض ل certain factor ممكن إنها تدهور من وضع القلب أو تأثر على ال function of the ventricle. فممكن يكون عندي cardiac factors, metabolic factors أو patient related factors ممكن يتحول ال heart failure from compensated to decompensated. وخليني أفرجيكم إيش هي ال factors هاي اللي بتعمل لي precipitation أو exacerbation of heart failure وبتحوله من stable إلى unstable أو من compensated إلى decompensated. عنا أول شيء cardiac factors زي مثلاً ischemia، المريض عنده heart failure، صار عنده جلطة، صار عنده arrhythmia، صار عنده التهاب بأغشية القلب، endocarditis، myocarditis، صار عنده uncontrolled elevated hypertension، صار عنده valvular disease. هاي أسباب إلها علاقة بالقلب ممكن تعمل لي exacerbation. الميتابوليك factors زي مثلاً المريض صار عنده anemia، يعني صار عنده فقر في الدم، يعني مش بس كمية الدم اللي عم توصل للأورجنز قليلة، كمان the quality of the blood is bad. صار عنده hyperthyroidism، صار pregnancy, infection، صار عنده kidney dysfunction. كل هذا الحكي رح يزيد الميتابوليك demands وحيعمل exacerbation. أوقات بتكون الفاكتورز patient related، يعني لها علاقة بالمريض نفسه، إنه مثلاً المريض مش داير باله على أكله، بيأكل أكل كتير فيه مالح، بيشرب سوائل كتير، بياخد medications بس medications ما بيلتزم فيها، مال أدوية القلب، بياخد other medications لأنه عنده other conditions that may affect the heart. يعني مثلاً بياخد cardiotoxins زي مثلاً بياخد cocaine أو opioids، عنده cancer بياخد chemotherapeutic agent، بياخد amphetamines، كلها هاي medications بتعمل exacerbation للheart failure، أو بياخد medication بتعمل sodium and water retention زي النونستيرويدال أو الكوكس 2، أو medications for example بتعمل negative inotropy للheart وبتعمل له exacerbation زي البيتا بلوكر، زي الكالسيوم شانل بلوكر اللي هم النونديهيدروبيردين، زي كل الأنتي أريثميك دراجز، لأنه كل الأنتي أريثميك دراجز negative chronotropic agent بتقلل الheart rate
ممكن كمان تعمل لي اكسسربيشن للهارت فيلير زي الثيازولدين دايونز اللي هم الجليتازونز اللي يستخدموا بعلاج الديابيتس. هذول الادويه معروفين بيعملوا لي صوديوم اند ووتر ريتينشن. This is why they should not be used in congestive heart failure. طبعا هاي الفاكتورز تعمل لي اكسسربيشن في بعض المرضى. اوكي طيب هلا بس نرجع على السلايد اللي كنا فيه نتأكد إنه غطينا كل إشي. معناته heart failure هو more commonly يعني associated with underlying cardiac diseases زي الhypertension زي الMI زي dilated cardiomyopathy زي coronary artery disease وحتى الaging. with aging عضلة القلب بتضعف فبيدخل المريض ب heart failure. وبرضو diabetes is one of the leading causes of cardiovascular diseases وممكن يصير عند المرضى heart failure. والأرثمية كمان هي يعني strongly associated with heart failure. more common إنه الheart failure بسبب الأرثمية due to structural changes بتصير بالheart اللي بتشجع الأرثمية. لكن ممكن كمان الأرثمية هي اللي تعمل لي heart failure. طيب شو اللي عم بيصير بالheart failure لما بقول reduction بالblood supply؟ we are speaking about primarily the cardiac output. الكارديك اوتبوت الطبيعية بالجسم اللي تقريبا وزنه 70-75 كيلو البادي سيرفس اريا له تقريبا 2-2.5 هي 5 لتر بير مينت. اوكي لكن بدنا نراعي انه هاي الكارديك اوتبوت ال 5 لتر بير مينت may not be sufficient for a patient who is obese وزنه 150 كيلو. اي نعم ممكن الاقي مريض اوبيس عند الكارديك اوتبوت 5 لتر بير مينت but this is not sufficient to meet the metabolic demands for a patient who is 150 kg. عشان هيك احنا دائما بنفضل انه نعمل indexing للcardiac output to body surface area in order to know whether الcardiac output is sufficient to meet the metabolic demand حسب وزن الجسم. الطبيعي انها تكون الcardiac output sorry الcardiac index اللي هي index للbody surface area بين 2-2.5. يعني لما بقسم الخمسة على تقريبا البادي سيرفس اريا لشخص وزنه من 70-75 تتراوح بين 2-2.5. يعني لما بقسم خمسة على 2 تطلع تقريبا الكاريك اوتبوت ماكسيمم 2.5 من 2.2 ل 2.5. اقل من 2 قليل وطبعا ما بيوصلش فوق 2.5 لانه ما عندنا كونديشن انه زيادة بالكاريك اوتبوت. لا في ليميت لانه الها. الان لو كان عندي مريض اوبيس 150 كيلو وزنه بتوقع البادي سيرفيس اريا له مش 2 متر سكوير رح تكون 3 متر سكوير. فلما بقسم 5 على 3 تطلع تقريبا الكاريك اوتبوت 1.5 which is sorry تطلع الكاريك اندكس 1.5 اللي هي 1.5 لتر بير مينت بير متر سكوير which is low لانه احنا حكينا الطبيعي يكون محصور بين 2-2.5. فعشان هيك احنا نعرف انه في شيء اسمه كاريك اندكس اللي بيعمل لي اندكسنج للكاريك اوتبوت حسب البادي سيرفيس اريا. ناو الكاريك اوتبوت اللي هي كميه الدم اللي بتطلع من الهارت ديورينج 1 مينت از انفلونس باي الستروك فوليوم والهارت ريت. الستروك فوليوم كميه الدم اللي بتطلع من الهارت الكاب فوليوم والهارت ريت اللي هو الهارت ريت النبض سرعه نبضات القلب. اي نعم بوث كان انفلونس الكاريك اوتبوت لكن اللي بيتغير بشكل اساسي بالهارت فيلير هو الهارت ريت. والهارت ريت اللي بياثر فيه بشكل اساسي هو سمباثيتك نيرفس سيستم. نعرف كل ما زادت sympathetic nervous system activity زاد الابنفرين زاد النور ابنفرين حيزيد الهارت ريت وبالتالي حتزيد الكارديك اوتبوت. لكن على حساب مين؟ الافتر لود. لانه انا بعرف لما بزيد الابنفرين والنور ابنفرين حيعمل peripheral vasoconstriction حيزيد الافتر لود. هلا زياده الافتر لود كويسه اذا كان عندنا نقصان في البلد بريشر نتيجه نقصان في الكارديك اوتبوت. لانه انا بدي اعرف انه لو قلت الكارديك اوتبوت ممكن يقل البلد بريشر صح؟ فإذا قال لي blood pressure الافتر لود كويس لحتى انه يرفع البلد بريشر. بس at the same time زياده بالافتر لود نتيجه الاكتيفيشن اوف ذا سمباثيتك نيرفس سيستم او مثلا زياده الانجيوتنسين 2 اللي بيعمل لي كونستريكشن على البيريفيرال ارتري او نتيجه افراز اي فازو كونستريكتر بيزيد الكونستريكشن على البيريفيرال ارتري وبالتالي بيزيد الافتر لود. زياده الافتر لود حتقلل الكارديك اوتبوت. ليش؟ لانها هي مقاومه الجسم للايجكشن اوف بلاد فروم ذا هارت. فكل ما زاد الافتر لود رح يصير اصعب للهارت انه يعمل ايجكشن فرح تقل الكارديك اوتبوت. هاي شغله كثير مهمه. يعني بدنا نعرف مع انه زياده بالافتر لود عم بتزيد البلد بريشر الا انها ات ذا سيم تايم رح تقلل الكارديك اوتبوت. اوكي فزياده بالهارت ريت نتيجه زياده سمباثيتك نيرفس سيستم اكتيفيتي حتزيد لي الكارديك اوتبوت باي وان ميكانيزم لكن ممكن انها تقلل لي شوي الكارديك اوتبوت
عن طريق الزيادة بالافتر لود، وبالنهاية النت افكت هو اللي بيحدد اذا حيكون في عندنا زيادة بالكاريك اوتبوت او نقصان بالكاريك اوتبوت. الستروك فوليوم طبعا الزيادة بالسمباثيتك نيرفس سيستم كمان بتزيد الكونتراكتيليتي، والزيادة بالكونتراكتيليتي بتزيد الكاريك اوتبوت. هلا الستروك فوليوم اللي هو الفوليوم اوف بلاد انفلوينس باي، خليني بس شوي اسكر الشباك عشان منع للازعاج. اوكي، الستروك فوليوم هو نحكي عن فوليوم اوف بلاد، فهو برايمرلي انفلوينس باي ذا بريلود. البريلود اللي هي كميه الدم اللي بتفوت على الهارت تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت، يعني او ار سبيكينج اباوت الفينوس ريتيرن، فينوس سيركيوليشن، شو عم بفوت دم الى الهارت. This is the preload. Well, pressure that is created due to the entry of the venous return to the right atrium. هذا بيعبر لي كمان عن البريلود. الاتريال كونتراكشن بيعبر لي عن البريلود، لانه اذا فات الدم على الاتريوم وما صار في كونتراكشن ما استفدنا شيء. هي الفكره انه يصير في كونتراكشن of the volume of blood that reached الاتريوم وصل له كونتراكشن ووصل للرايت فنتريكل. تمام، كل ما زاد البريلود كل ما زاد الستروك فوليوم، مزبوط، وبالتالي حديد الكارديك اوتبوت، بس مع مراعاه انه زياده بالبريلود ممكن تعمل لي ايديما. لما بيزيد البلد فوليوم بكل الجسم رح يزيد فرصه انه يصير عندي ايديما، خصوصا اذا المريض عنده هارت فيلير. ليش؟ لانه لما بيكون المريض عنده ضعف بالكونتراكتيليتي فور اكزامبل، البلد فلو وذين البريفيرال سيستم اقل من العادي، فهذا الشيء رح يشجع ايش؟ الستاسيز اوف ذا بلد، وبالتالي ممكن تشجع الايديما. عشان هيك اللي عم بيصير عندي بالهارت فيلير انه جسمي عم بيحاول انه يحسن الستروك فوليوم، يحسن الهارت ريت باي سيرتين كومبنساتوري ميكانيزمز، لكن هاي الكومبنساتوري ميكانيزمز مع انها الها بينيفيشال افكت، لكن ايفنتشوالي ممكن تعمل لي هارمفول افكت للهارت، وهذا الشيء ممكن يعمل لي اكسسيرفيشن للهارت فيلير، ونصير بحاجه ان ناخذ ميديكيشن تو كنترول اند تو يعني كاونتر اكت ذيس كومبنساتوري ميكانيزمز. يعني بالنهايه الهارت فيلر جسمي عم بيحاول يصلح، بس ممكن انه يخرب at the same time. شو هي هاي الكومبنساتوري ميكانيزمز اللي بتصير بالهارت فيلر؟ اول شيء الزياده بالبريلود. بدي افتح على هذا الجدول عشان نعرف ايش يعني الكومبنساتوري ميكانيزم. اول شيء لما بتقل الكاريك اوتبوت، الجسم بيحاول يرفع الكاريك اوتبوت عن طريق انه يزيد الستروك فوليوم عن طريق زياده البريلود. كيف؟ يصير في عندنا activation للرينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، كونه الكدني ما رح يوصلها enough blood supply، فبيرفرز الرينين، بينفرز الانجيوتنسين 2، بعدين الانجيوتنسين 2 بيحفز افراز الالدوسترون اللي بيعمل لي sodium and water retention، وبالتالي رح يزيد لي البريلود. اوكي، هذا الشيء كويس. ليش؟ لانه زياده بالبريلود will optimize the stroke volume، ولما بيزيد البلد اللي عم بيوصل للهارت رح يعمل لي stretching للكارديك مايوسايت on the wall of the heart. يعني لما بصير يشد على ال wall of the heart، وهذا الشيء بيشجع لي ميكانيكال فورسز اسمهم الفرانك ستارلينج فورسز، اللي هم مسؤولين عن الكونتراكشن. يعني ضغط الدم على الكارديك مايوسايت حيعمل لي stretching بالكارديك مايوسايت، او يعمل لي ميكانيكال فورسز اسمهم الفرانك ستارلينج فورسز، هدول الفرانك ستارلينج فورسز رح يشجعوا انه الكالسيوم يفوت لجوه الخليه ويربط بالاكتين والميوسين ويعمل كونتراكشن. عشان هيك احنا بنعتبر الزياده بالبريلود هتحسن الستروك فوليوم، لانها بالنهايه حتزيد الكونتراكتيليتي مع زياده البلد فوليوم وتحسن للكارديك اوتبوت. لكن مع انه هاي الميكانيزم از جود تو اوبتمايز ذا ستروك فوليوم، الا انها لها ديتريمنتال او هارمفول افكت، اللي هو هتعمل لي ايديما، هتعمل لي بولمينري اند سيستميك ايديما، كونه المريض البلد فلو رح يكون شوي اخف، بالتالي حتشجع الستاسز ويصير في عندنا ايديما، وبرضه حتزيد لي الاكسجين ديماندز على الهارت، لانه الهارت لازم هلا يشتغل اكثر، هو اوريدي تعبان. هلا ثاني شيء ممكن يصير خلال كومبنساتوري ميكانيزم هو الفازو كونستركشن within the peripheral system. انا جسمي بيحاول يعمل كونستركشن على البريفيرال ارتري لحتى يرفع الافتر لود، وبالتالي تو مينتين البلد بريشر في حال اذا نزل، لانه الناس اللي عندهم هارت فيلير ممكن نتيجه الريدكشن بالكارديك اوتبوت تصير عندها ريدكشن بالبلد بريشر. فجسمي كيف بيحاول يعمل مينتيننس للبلد بريشر؟ عن طريق البريفيرال فازو كونستركشن وزياده الافتر لود. هذا الشيء كويس تو مينتين البلد بريشر اند تو مينتين البرفيوجن، لانه احنا بدنا بلد بريشر تو بوش ذا بلد تو فايتال اورجانز.
لكن at the same time زيادة ال constriction بال peripheral system هتزيد ال afterload, ولما بيزيد ال afterload في فرصة إنه تقل ال cardiac output نتيجة إنه ال stroke volume عم بيقل, ممكن يزيد ال myocardial oxygen demands وهذا الشيء رح يعمل harmful effect على ال heart. كمان من ال compensatory mechanisms اللي ممكن تصير هي tachycardia لحتى إنها تزيد ال contractility عن طريق ال activation of the sympathetic nervous system, والهدف من التاكيكارديا إنها تحسن الكاردك أوتبوت. لكن at the same time التاكيكارديا تعمل لي زيادة يعني بالميوكارديال أكسجين ديماند, الجسم القلب لازم يشتغل بسرعة, تعمل لي shortening للديستيلينج فيلينج تايم, ما رح يكون عندي enough time for the heart to fill in blood. نتيجة ال activation of the sympathetic nervous system البيتا ريسبترز اللي بتربط بالإبنفرين والنور إبنفرين بصير لها down regulation, ممكن تتخبى تحت البلازما membrane, ممكن يصير لها endocytosis, فبتبطل sensitive للإبنفرين والنور إبنفرين. حتى إذا المريض كان بياخد يعني بيتا بلوكرز بتبطل البيتا بلوكر sensitive. ليش؟ لأنه ما في ريسبتر متخبي الريسبتر كونه الأسناس activity عالية. ممكن يصير عندنا أريدميا نتيجة التاكيكارديا, ventricular أريدميا, ممكن يصير عندنا atrial fibrillation, ممكن يصير عندنا apoptosis للخلايا القلبية. ممكن كمان من الـ compensatory mechanisms اللي ممكن تصير بالheart failure هي الـ ventricular remodeling اللي هو both الـ hypertrophy زائد الـ fibrosis. هلأ لما الخلايا القلبية تتعب ممكن تموت, وإذا ماتت الخلايا القلبية ما بترجع تتجدد, يعني ما في عندنا إحنا generation للcardiac myocyte, they are not replicated cells. فلما بتموت خلية قلبية أو مجموعة من الخلايا بحل محلها other cells زي الفايبروبلاست اللي هي بتتكاثر, لكن الفايبروبلاست they cannot contract, يعني they are not conductive tissue nor they are contractile tissue. عشان هيك وجودهم بالهارت فقط رح يزيد الستيفنس اوف ذا هارت ورح يصعب الكونتراكتيليتي وحيعمل لي سيستوليك اند دايستوليك ديسفانكشن. فالفايبروسيس اللي هو كايند اوف ريمودلينج از نوت جود في حالات الهارت فيلير والكيدني ديسفانكشن. برضه من الاشياء اللي ممكن تصير خلال الهارت فيلير لحتى انه يعني تحل مشكله الهايبرتروفي اللي هي الفنتريكولار هايبرتروفي. هلا في عندي خلايا ميته او خلايا تعبانه مش قادره انها تعمل كونتراكشن, فبيزيد الحمل على مين؟ على الخلايا الهيلثي اللي هي قادرة تعمل contraction. هاي الخلايا بتكبر بحجمها in the size in all يعني directions أو in one direction لحتى إنها تقدر تقلل الأكسجين demands وتقدر إنها تغطي حاجات الجسم. هل هذا الحكي كويس لحتى إنه يحسن الكارديك output؟ لكن at the same time مع الوقت هاي الهيلثي myocyte رح يصير فيها تعب, رح يصير فيها dysfunction وتعمل لي إما diastolic dysfunction, systolic dysfunction, هزيد الريسك of apoptosis للخلايا, هزيد الريسك of arrhythmia, هزيد الريسك of ischemia, وهذا الشيء رح يعمل exacerbation للsymptoms of heart failure. الهايبرتروفي ممكن تكون concentric أو eccentric. concentric يعني الخلية القلبية بتكبر في كل الاتجاهات زي ما بيصير في حالات الهايبرتنشن. eccentric يعني الخلية بتكبر مثلا بالطول فقط زي ما بيصير بحالات الاسكيميا. و both of them are hypertrophy. والهايبرتروفي الهدف منها to maintain the cardiac output and to decrease the oxygen demand, لكن إلها detrimental effect إنها بتعمل لي diastolic and systolic dysfunction وبتزيد the risk of myocardial cell death and arrhythmia. عشان هيك أحسن موديل فسرت الهارت فيلير هي النيوروهرمونال موديل اللي بيقول إنه during heart failure بيصير في عنا activation لهرمون زي sympathetic nervous system hormones, زي renin angiotensin aldosterone system, زي endothelin 1 اللي هو the most potent vasoconstrictor in your body ويعمل لي زيادة بالafterload, أو زي counter regulatory hormones اللي بتحاول تضبط شوية constriction زي nitric oxide والnitratic peptide. هدول بصير لهم activation بالبداية بيحسنوا لكن eventually رح يعملوا injury للpatient. Another model ممكن يفسر التغيرات اللي بتصير بالheart failure هو الكارديورينال model. لاحظوا انه one third of patient with heart failure بيصير عندها kidney dysfunction, او patient عندهم kidney dysfunction بيصير عندهم heart failure, وهذا الشيء طبيعي لانه اي مريض عنده kidney dysfunction بيصير في عنده sodium and water retention اللي ممكن تشجع الإديما وتشجع الheart failure. وبرضه اي مريض عنده heart failure نتيجة الريدكشن بالcardiac output اللي بتوصل للكيدني ممكن يصير في عندنا impaired kidney function, وكلاهما يعني بيعملوا لي هيك فيسيكس لوب بتأثر على بوث على الهارت وعلى الكيدني. بس مش كل الناس طبعا بيصير عندهم رينال ديسفانكشن. في عندي another model اللي هو البرو انفلاماتوري سايتوكاينز, they are increased in heart failure. والسايتوكاينز معروف انهم بيعملوا لي انفلاميشن اوكسيديتيف دامج للهارت, بيشجعوا لي الجروث الريمودلينج بالهارت,
they reduce the contractility eventually. عشان هيك اسمهم negative inotropes. بيعملوا لي apoptosis للخلايا وبيعملوا لي حالة اسمها cachexia of the heart. يعني بيكون the whole heart is tired due to the increase in cytokines. كل هاي الأمور ممكن تصير بالheart failure, لكن النيورو هارمون الموديل هو أهم موديل يفسر التغيرات اللي بتصير within heart failure. ماله ليش مش راضي؟ طيب هلا النيورو هارمون الموديل حكينا أهم شيء. ليش في عنا هارمونز عم تنفرز؟ بس نعمل هيك مرور الكرام عليها. الانجيوتنسين 2 حكينا لما بينفرز الهدف منه تو مينتين البلد بريشر عن طريق الزياده بالافتر لود, لكنه بيزيد الميوكارديال اوكسجين ديماند. الانجيوتنسين 2 بيزيد البريشر على الكيدني كبسول لانه بيعمل كونستكشن على الافرنت والافرنت ارتريول, رح يزيد الفلتريشن ريت بس رح يتعب الكيدني مع الوقت, رح يزيد لي الالدوستيرون اللي حيعمل لي صوديوم ان ووتر ريتنشن ويصعب لي الايديما, حيشجع افراز الاندوثيلين والاندوثيلين هو بوتنت فازوكونستريكتر بيزيد الافتر لود بالجسم, بالاضافه انه هو مايتوجين بيشجع الريموديلينج ان ذا هارت, حيزيد الكاتيكول امينز الابنفرين والنورابنفرين اللي برضه بتزيد الميوكارديال اوكسجين ديماند وبرضه بتزيد لي الافتر لود, وحيشجع لي كمان الهايبرتروفي والفايبروسيس. فشوفوا كيف الانجيوتنسين 2 الهدف منه بالبدايه تو مينتين بلاد بريشر, لكن كيف شو بيعمل لي كل هاي التغيرات اللي هي هارمفول على الهارت. الالداستيرون حكينا الهدف منه يزيد الصوديوم ان ووتر ريتنشن ليحسن البريلود ويحسن الكارديك اوتبوت عن طريق الزياده بالستروك فوليوم, لكنه حيزيد لي فرصه الايديما, برضه رح يقلل البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي حيشجعوا لي الاريتميا. النور ابنفرين والابنفرين هم كاتيكول امينز بيزيدوا لحتى يحسنوا الكارديك اوتبوت عن طريق الزياده بالهارت ريت والزياده بالكونتراكتيليتي, لكن الكرونيك اكتيفيشن هو توكسيك لانه بيعمل لي اريتميا, بيعمل لي اسكيميا, بيعمل لي ابوبتوسيس للخلايا القلبيه, بيشجع لي الريموديلينج ان ذا هارت, وبرضه بيعمل لي داون ريجوليشن للبيتا ريسبتورز اندر ذا بلازما ميمبرين. اندوثيلين 1 هو احدى الفاكتورز اللي برضه بتزيد بالهارت فيلير, زي ما حكيت هو the most potent vasoconstrictor in your body. It increases the afterload in order to maintain the blood pressure, لكن رح يقلل لي كمان الكارديك اوتبوت, وكونه مايتوجين حيزيد لي فرصة الريموديلينج within the heart اللي حتزيد لي الستفنس of the heart, وبرضو حتعمل لي systolic and diastolic dysfunction. من الهرمونز اللي يجوز اللي ما مرينا عليهم قبل هيك هم الارجينين vasopressin اللي بينفرز من posterior pituitary glands, وهذا الهرمون إذا بتتذكروا كان يعملنا إشي اسمه delusional hyponatremia, كانوا بيعمل لي water retention without sodium retention, بيعمل لي water retention فالتركيز الصوديوم بالجسم بيقل بسبب الديليوشن التخفيف بالمية, بصير يعمل لي إشي اسمه delusional hyponatremia. This is when it works على V2 receptor اللي هو نوع من أنواع الريسبتر اللي بربط فيها الأرجينين. هذا الشيء لما بيعمل لي water retention حيزيد لي preload وبالتالي حيحسن لي stroke volume والcardiac output. However, نتيجة أنه كمان can bind على الـ V1 receptor وعلى الـ V1 receptor بيعمل لي constriction, فهو رح يزيد لي الـ afterload اللي رح يتقلل لي الـ cardiac output بس هتضبط الـ blood pressure. فهو شوفوا كيف إله two effect بيعاكسوا بعض. هلأ زي ما عندي أنا hormones ممكن تكون إلها harmful effect على الجسم, الجسم بيحاول كمان يفرز counter regulatory hormones لحتى انها تعاكس من شغل الكونستركشن اللي عم بصير والإيديما اللي عم بتصير بالجسم. فالجسم عم يفرز لي الAMP, BMP, البراديكاينين والنيتريك أوكسيد. All of them are called counter-regulatory hormones. يعني بيعاكسوا شغل الهرمونز اللي حكينا عنهم بيصير لهم activation بالheart failure. كيف بيشتغلوا هدول؟ هلأ الAMP والBMP من اسمهم Atrian Nitriatic Peptides and Brain Nitriatic Peptides. They are peptides that are produced by the heart when there is increase بالcongestion. يعني عندي كتير إديمة والهدف من إفرازهم إنه طبعاً لما بصير في عندي congestion بيعمل increase بالblood volume على wall of the heart stretching, فبينفرزوا هدول الAMP والBMP, والهدف منهم إنهم يعملوا لي sodium excretion, يعني يعملوا لي natriasis, يطلعوا لي الصوديوم مع المي, يعني زي كأنهم natural diuretics in our body لحتى يخففوا الإديمة الموجودة بجسمي, بالإضافة لقدرتهم أنهم يعملوا لي vasodilatation اللي بيعاكس الconstriction اللي بيصير نتيجة إفراز الاندوثيلين والانجيوتنسين 2 والإبنفرين والنورابنفرين. فهم natural nitriatic peptides بتحسن الإديمة بجسمي. الAMP primarily بينفرز من الأتريوم,
عشان هيك اسمه atrial nitritic peptide. The brain nitritic peptide بينفرز من the ventricle, لكن both of them can be produced in both sides of the heart. طبعا اسمه brain لأنه أول ما اكتشف في البرين, لكنه بالبرين إله شغل مختلف عن شغله في الهارت. أوكي, هلأ بالنسبة للبراديكينين والنيتريك أكسيد, إحنا بنعرف they are natural vasodilators in our body that counteract the effect of constriction mediated by endothelin 1 and angiotensin 2 epinephrine and norepinephrine. نعم, هذا الجدول كتير مهم لحتى يحكي لي إيش هي الأدوية اللي ممكن تعمل exacerbation للهارت فيلير وتحوله من chronic إلى acute heart failure, أو تحوله من stable إلى unstable heart failure, أو تحوله من compensated ل decompensated heart failure. أول شيء أدوية that may cause negative inotropy, يعني رح تقلل ال contractility of the heart. منها إحنا أخذنا إذا تتذكروا non-dihydropyridine calcium channel antagonist زي الفيرابيميل والديلتيازم. البيتا بلوكر if given إذا المريض كان عنده symptoms moderate to severe symptoms رح تعمل له exacerbation كونها negative inotropic agent. برضو الأنتي أريدميك دراجز كونها بتقلل الهارت ريت, هي نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت وبتقلل الكونتراكتيليتي كمان, بالإضافة إلى الإتراكنازول اللي هو أنتي فانجل. أذر ايجنت ممكن تعمل لي كمان اكسسربيشن للهارت فيلير زي ما حكينا قبل هيك الكارديوتوكسيك ميديكيشنز, بالذات الأدوية اللي تستخدم بحالات الكانسر because they kill الكاريك مايوسايد, they cause apoptosis, وبالتالي بفقدوا عضلة القلب الفانكشن مع الوقت. عندنا حتى الأنفيتامين ممكن تعمل لي هارت فيلير. Sodium and water retention, في عنا أدوية بتعمل لي sodium and water retention. مرقنا already على النانستيرويدال والكوكس 2, حكينا عن الجليتازونز بالديابيتس. في كمان عنا طبعا اليوز اوف ستيرويدز بأنواعها, سواء عم بحكي عن glucocorticoids زي الكورتيزون أو بحكي عن الأندروجينز بيسحبوا مي and water. Salicylate when given at high doses, بالإضافة لأي دواء فيه sodium. عشان هيك دائما مثلا إذا أنا بدي أخذ دواء مثلا نانستيرويدال salt زي مثلا ديكلوفيناك صوديوم مختلف عن ديكلوفيناك بوتاسيوم, الصوديوم رح يرفع الضغط أكثر من البوتاسيوم كونه رح يعمل صوديوم and water retention. وفي بعض الأدوية بترفع بتعمل exacerbation للheart failure by unknown mechanism. حكينا إنه المريض هلأ ما الheart failure is a syndrome, يعني مش إنه أنا بعمل lab test إذا بلاقيه بقول إنه المريض عنده heart failure. No, it's a syndrome. لازم يكون في عندي symptoms عند المريض بالإضافة إلى structural changes أنا عملت لها measurement by echo, شفت ال ejection fraction, شفت ال حجم الهارت, شفت ال thickness of the wall of the ventricular chambers, وقلت إنه المريض عنده heart failure ولا لا. ما بصير أشخص المريض عنده heart failure إذا فقط كان عنده structural changes without the presence of symptoms. إذا عنده structural changes of the heart, هذا اسم المريض عنده left ventricular dysfunction أو ventricular dysfunction بالright ventricle without still established heart failure, لأنه لسه ما صار عنده symptoms. مجرد ما صار عند المريض symptoms in addition للstructural changes اللي بتصير بالheart, وقتها بقول إنه المريض عنده established heart failure. شو هم symptoms اللي ممكن تصير عند المريض؟ أكيد symptoms إلها علاقة بالreduction بالblood supply اللي هو الhypoperfusion, أو بالإزمة اللي بتصير بالpulmonary أو بالsystemic circulation. فإحنا عم نحكي عن symptoms of congestion and hypoperfusion. الهايبوبرفيوجن الدم ما بيوصل بشكل كافي ليغطي حاجات الجسم, عشان هيك المريض بشكل عام بيكون عنده ليثرجي, يعني فتيك تعبان. بالبداية ممكن يصير عنده ريدكشن بالرينال أوتبوت, يعني كمية لأنها كمية الدم اللي بتوصل للكدني أقل من الطبيعي, فبيبطل المريض يروح الحمام كتير بالبداية. ممكن يصير عنده كولد إكستريميتيز لأنه البلد سبلاي للبريفرال فينجرز وتوز وللإيدين والرجلين قليلة, فرح يحس دائما إنهم باردين. يكون يصير عنده mental confusion لأنه the brain perfusion كمان رح يقل. يكون يصير عنده anorexia ونausea لأنه الجي آي حيوصل blood supply قليلة. يكون يصير عنده tachycardia وهي compensatory mechanism in order to increase the blood supply للorgan كونه the hypoperfusion موجود. هذا الحكي بيصير نتيجة إيش؟ نتيجة إنه المريض صار عنده hypoperfusion. لكن المريض كمان نتيجة ال congestion اللي هو الإديما حيصير عنده أشياء تانية. هلأ ممكن يصير عنده في ساعات النهار polyuria, يفوت على الحمام كتير. ليش؟ لأنه لما بيكون عنده congestion الـ AMP والـ BMP حينفرزوا وحيشجعوا النيتريسس during the daytime, وحتى بالليل بيصير يصحى بالليل يروح على الحمام. لأنه بالليل اللي عم بيصير إنه الـ sympathetic nervous system بتكون أقل ما يمكن, فما رح يصير في عنا constriction على الـ afferent والـ efferent arteriole within the kidney,
وبالتالي رح يزيد لي blood flow للكدني، ما عندي constriction، وهذا الشيء رح يشجع urination during night. فبرضه البوليوريا والنكتوريا هم signs of congestion، واحدة during the day نتيجة زيادة الAMP والBMP، والنكتوريا نتيجة reduction بالsympathetic nervous system during the night symptoms. هلأ ممكن المريض نتيجة الcongestion بالpulmonary يصير عنده shortness of breath، يصير عنده cough، يصير عنده orthopenia اللي هي positional difficulty in breathing. لما بيكون واقف بيحس حاله كويس، لما بيقعد أو بينام بيحس حاله مش منيح. ليش؟ لأنه الفلويد اللي متجمعة ب يعني البريفرال سيستم بتصير ترجع لورا وتفوت لللنج، فتعمل له مشكلة بالتنفس. ممكن يصير عنده paroxysmal nocturnal dyspnea، يعني بالليل يصحى مخنوق وهو نايم مش قادر يتنفس، والسبب نفس الشيء، بصير عنده displacement of fluid from the peripheral system back to the lung، بصير يصحى بالليل مخنوق مش قادر يتنفس. يعني بصير عنده kinestoic respiration، يعني عنده difficulty in respiration مرتبطة مؤقتة، ويعني بتحدث من وقت إلى وقت، مرتبطة بالposition اللي المريض يعني متخده. كل ما المريض نام واستلقى lay down رح يصير في عنده فرصة أكثر يصير عنده difficulty in breathing. عشان هيك نفضل مرضى الهارت فيلير لما يناموا يرفعوا منطقة الترنك بمخدة لحتى إنه ما يصير في عندهم displacement of fluid from the peripheral system back to the lung. وهذول كلهم بيدلوا على وجود congestion بالذات بالpulmonary. إذا صار عندي congestion بالsystemic circulation حيصير عنده GI bloating. عشان هيك نشوف زي كأنه نصح بعد صار إله كرش، بس هذا الحكي مش مزبوط، إنه هو ممكن صار عنده إيديما. عشان هيك دائما ننصح مرضى الهارت فيلير إنهم يوزنوا حالهم بشكل دوري، يعني كل يوم كل يومين، لأنه أي زيادة بالوزن مش مفسرة خلال يوم أو يومين بدها تعكس إنه صار عنده زيادة بالإيديما، يكون يصير عنده فتيج، يكون يصير عنده هيباتو جاجلر ريفلكس. هلأ المريض بيصير عنده هيباتوميجالي، بيتضخم الليفر لأنه بيزيد كمية الفلويد اللي بتفوت عبر البورتال بين. الآن الليفر موجود بالرايت سايد أوف ذا هارت، إذا مثلا حدا ضغط على الليفر وعنده congestion بالليفر بيصير في عنا displacement of fluid up، بيطلع لفوق عبر الفينوس سيركوليشن. وين بيروح؟ على الجاجولار فين، فبتعبى الجاجولار فين دم بيصير له distension. This is called hepatojugular reflux and this is يعني a reflection of a systemic congestion بالright side heart failure. Okay؟ وبالنهاية حكينا symptoms of left sided heart failure ممكن يصاحبها symptoms of right-sided heart failure، كونه eventually left-sided heart failure ممكن يصير في يتحول لright-sided heart failure والعكس صحيح. هذا الجدول بتوقع حكيت most of the things اللي هي symptoms of heart failure اللي بيهمني احنا حكينا، بالإضافة للsymptoms اللي منلاقيها عند المريض we have to do certain tests to confirm the presence of heart failure. ممكن نعمل echo لحتى نشوف ejection fraction، حتى نشوف الموشن اوف ذا هارت والجيومتري اوف ذا هارت، شكل الهارت. ممكن نعمل اي سي جي لحتى انه نشوف هل المريض عنده اسكيميا عملت له الهارت فيلير، هل عنده اريثميا. ممكن نعمل له تشست اكس راي عشان نشوف هل عنده بولمينري ايديما، هل عنده انفكشن ويذن ذا بولمينريز. ممكن نعمل له فحص للكدني فانكشن عشان نشوف هل الكدني عملت له هارت فيلير او الهارت فيلير عمل شت داون للكدني. ممكن كمان نقيس له شيء اسمه البي ام بي. البي ام بي اللي حكينا عنه البرين نايترايتك بيبتايد اللي بينفرز لما بيكون المريض عنده كونجستشن، فالبي ام بي ممكن نقيسه هو او البريكيرسر تاعه اللي هو الانترمينال برو بي ام بي. اذا كانوا عاليين هذا الشيء بيعكس انه المريض عنده كونجستشن كونهم عم بينفرزوا بشكل كبير لحتى يعملوا نايترايسز. فالبي ام بي اذا كان فوق ال 100 بيكوغرام بير ام ال او البرو بي ام بي اذا كان فوق ال 300 بيكوغرام بير ام ال تسجست انه المريض عنده ايديما وبحاجه الى دياريتكس ان اوردر تو كنترول الإيديما. بوقف هون، برا جاي إن شاء الله بنبلش نحكي عن الكلاسيفيكيشن والتريتمنت أوف هارت فيلير. أي حدا عنده أي سؤال؟ عندي سؤال. صباح الخير دكتورة. صباح النور دكتورة. بالهايبرتنشن حكيتينا إنه الجول لكل المرضى 130/80، بس في حالة اللي ما عندهم underlying disease واللي ما عنده ريسك فاكتور اللي بيكون أقل من 10% بيكون 140/90 صح؟ صحيح. حسب الجايد لاين الجديد. صحيح. يعني مش كل المرضى لهم نفس الجول. لا لا، هل كتابكم قلت لكم قديم؟ بس إحنا بنقول دكتورة لأنه مبارح كان عندنا كويز لاب كيسز تو. هلا أنا بقول لك لأنه أنا اتفقت مع شو اسمها مع رانيا إنها تعتمد الكتاب. أنا يعني
يعني بقدرش أجبر حدا إنه يعمل أبديت للجايدلاينز يضل متابع كل ما ينزل جايدلاينز كل 4 أشهر يتابع، أنا متابعة. فهي ماشية على إيش؟ على الكتاب. الكتاب دكتور، لأنه أنا جاوبت على أساس أنت شو حكيتي لنا البلد بريشر جول، الكتاب البلد بريشر جول 130 على 80 لكل الناس، لكن الدراج ثيرابي تارجت، يعني أنا لما بدي أبلش أعطي دراج ثيرابي لمريض ما عنده underlying diseases وما عنده risk factor على 140 على 90. بس هي جايد لاين قديم مش الجديد. بس أنا قلت لها تلتزم بالكتاب، ما هي حسب ما شرحت لكم، ما بقدر يعني أنا يعني ما بقدر. لا هي دكتورة من الأول حكت لنا نعتمد أنت شو بتشرحي، فأنا عشان هيك اعتمدت شو أنت حكيتي لنا. قوليلها هيك بكرة المحاضرة، فبستنى هو قوليلها انه الكتاب 130 على 80 البلد بريشر جول هو recommended to be less than by current guidelines recommended to be less than 140 على 90 but it's reasonable يكون تحت 130 على 80 هيك. تمام هيك. شكرا دكتور. اهلا شكرا. في اي اسئلة ثانية؟ اي اسئلة ثانية طلاب؟ ما حد عنده أي سؤال؟ خليني أعمل داونلود للأتنديلة وننهي المحاضرة إذا هيك. هلأ بالنسبة للكويز most likely حيكون يوم الأحد القادم بشابتر الهايبرتنشن الساعة 7 مساء، أنا رح أنزل الإعلان يعني عشانه، بس إنه بلشوا أدرسوا من هلأ. أوكي حيكون مشترك أنتو والشعبة واحد الساعة 7 مساء، بتكونوا مخلصين كل محاضراتكم أو بتقدروا تمتحنوا. أوكي ماشي، يعطيكم العافية.